مساء الخير على الناس كلها، الناس الحلوين، المتابعين الكرام. معانا رسمة جديدة، وعشان ما اطولش عليكم زي كل مرة ما ننساش اللايك والشير وتفعيل الجرس، ويلا بينا. بصوا يا جماعه، هنرسم رسمه خفيفه او وجميله جدا. تعملها بقى على ورق، تعملها على حيطه، تعملها برمله مجسمه، تعملها زي ما انت عايز، تعملها تخلي مبادر المحاره يعملها لك على الحيطه، نقاش يعملها لك. سهله جدا. هنعمل شكل بيضاوي، الرصاص باين يا جماعه، شكل بيضاوي كده. بعد كده هنقسم الشكل البيضاوي ده لتلاتة، واحد اتنين تلاتة، وهنقسمهم من تحت لتلاتة، واحد اتنين تلاتة. ماشي يا جماعة. هنيجي هنا نحسس اللي قدامنا ان ديت قدام عينيا مرئية، دي اللي قدامي دي مرئية كده. فهعملها ازاي بقى؟ اروح عامل ديت كده كبيرة، وهعمل ديت نفس النظام كبيرة، وهعمل دي صغيرة، وهاجي دول هاخدهم صغيرين. رسمة سهلة جدا جدا جدا. نيجي نحددها عشان تبان اهو. مش يا جماعه، انت بقى موضوع التلوين دي حاجه ترجع لك انت، الالوان اللي تناسبك. ممكن تاخد احمر لبني، ازرق بنفسجي، مع الابيض تسيح. احنا دلوقتي هناخدها تسيح الوان بالرصاص زي ما انتوا شايفين كده اهو. خدت الناحيه اليمين وعملتها بالرصاص، ودي برضه هاخد الناحيه اليمين واعملها بالرصاص اهو. هاخد الناحية اليمين وهعملها بالرصاص اهو. الناحية اللي بمشي فيها يا جماعة بكمل، يعني ما بجيش الناحية التانية واعكس. هاجي تحت هعمل ديت هنا، يبقى تبقى هنا. ماشي يا جماعة اهو. زي ما احنا شايفين اهو. عكس الابيض زي الشطرنج كده. بعد كده يا جماعه بجيب منديل ورق زي ما اتفقنا كذا مره، او قطعه قماش، واروح جاي عامل الرصاص اللي انا عامله ده كده. التسيح اللي انا بعمله بالمنديل دوت يجسم لك المنظر اللي انت رسمه، وموت لك الرصاص، ما تحسش ان انت ايه، ان انت مشخبط. تمام يا جماعة كده. دي رسمة وردة. ممكن اروح جايب ان انا عامل فرع كده، من هنا عامل فرع كده، من هنا عامل فرع كده، نفس النظام هنا اهو، وهنا عامل نقط بقى. رسمة خفيفة وسريعة، ومتشكرين المتابعة. السلام عليكم. عايزين نشوف رأيكم بقى، يعني حلوة نعمل كده، وحشة نعمل كده، المهم يبقى فيه رد فعل يعني. وشكرا لكل متابعينا الكرام. السلام عليكم.